يثيب على ما في القلوب. قال تعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من أمرهم يوم الحديبية يوم بيعة الرضوان فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، فتوالت الأجور فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، جازاهم بفتح قريب، وفتح خيبر أو الحديبية كما قال البعض، والأثر خيبر بعد ذلك، ومغانم كثيرة يأخذونها، كل ذلك سببه ما في القلب من خير. فلنحسن إذن بواطننا، والذي يجد في قلبه شيئا لإخوانه أو شيئا للمسلمين عليه أن يسأل الله أن يزيله وأن ينقي قلبه. ولقد نقل لي غير واحد من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه أنهم كانوا يطوفون معه ويلزم دعوة: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي. وهذه دعوة الصالحين عموما مفادها دعوة الصالحين، وقد قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، خبر المراد منه إحسان ما في الباطن والظاهر.